لكم البنات لاباس عليكم، نشتاودوا كلشي مزيان. اليوم جبت لكم واحد التحليه زوينه رائعه جدا، غادي تعجبكم وغادي تعجب الدراري الصغار حيتاش فيها فواكه جافه وسهله وزوينه في المذاق. نتمنى تعجبكم وديروها في الدار ولوليداتكم. بركتي الله حبيبتي حبوباتي، غادي ندير لكم واحد التحليه اليوم. عندنا فيها جوج برتقالات واحد سيترون، جوج البرتقالات عصرتهم انا وخرج ليا فيهم كاس تاع العنبه، وهاد واحد السيترون خرجت ليا فيها نص تاع كاس العنبه، وعندي هنا نص سيترو تاع الحليب والفواكه الجافه على حسب الذوق. الناس غادي نضيف لكم واحد الحاجه نسيتها في الاول، هي التفاحه حتى هي غادي تشدوها وتقطعوها طريفه طريفه صغار وتزيدوها على التحليه. من بعد غادي نسون السيترو تاعنا ديال الحليب، غادي نكبوه في المونيكس تاعنا وغادي ناخذ ديك التفاحه اللي درنا وقطعناها طريفات، وغادي نزيد واحد داك الكاس عنب تاع الليمون، ومن بعد غادي نضيفو السيترو تاع السيترون وعلى بركه الله غادي نعصرو. والسكر على حسب الذوق البنات، شوفوا عندي انا نص عنبانه، نتوما غادي ديروا على حسب الذوق ديالكم. بسم الله، دوك غادي نعصر العش ديالنا. ايوا دابا دروك الحبيبات ديالي ملي خلينا العصير ديالنا يبرد شويه مده تقريبا 10 دقائق ولا 5 دقائق فما فوق، غادي نكبوه دروك في كيسان. راه زوين البنات جربوه. كيجي زوين وعاتر بزاف لدرجه غادي يعجبو الدراري وكلشي. دروك غادي نبداو في التسويق البنات، على حسب التسويق اي حاجه بيتوها ولا اي حاجه عندكم في الدار تقدر تزوقوه بيه. حنا عندنا هنا الفواكه الجافه، غادي نبداو باللوز. شوفوا كما كتشوفوا يا البنات الزبق على حسب الرغبة ديالكم. هذا زوين اللي جا عندكم شي حد للدار. ماشي مشكل البنات الا كيطيح لكم هذا الشيء لتحت، شتو يا البنات كي كيجي زوين. اصلا الا خليتوه بزاف في الثلاجه كيجي هاتر وزوين بزاف وكيشدو فيهم هذا الشيء تاع الفواكه. نتمنى تجربوه في ديوركم ولوليداتكم وغادي يجيكم زوين. وتسناوني جديد ان شاء الله في اقرب وقت، وبغيتكم تدعموني باللايك والاشتراك الله يخليكم والتعليق. هذا هو العصير ديالنا البنات، هذا هو الشكيله ديالو الاخرانيه. نتمنى يعجبكم وديروه في الدار ولادكم غادي يعجبوه بزاف بزاف، وراه كيجي زوين وساهل في كل شيء ديالو. نتمنى يعجبكم وديروا الاشتراك ودعموني باللايك وديروا المشاركه للاصدقاء ديالكم اللي عندكم في التليفون. وشكرا لكم وتسناوني الجديد عما قريب ان شاء الله.